السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير وعلى خير. اليوم جيت بوصفة في متناول الجميع وسهلة ومن بواق العجين. العجين يقدر يكون ديال صابلي، ديال شي غريبة. المهم درتو العجينة، درتو شي حلوة وبقات لكم العجينة، يعني ما درتو فيها حتى شي حاجة، مثلا مش حطيت لكم العجينة. شنو الحل؟ انكم تشدوا العجينة، اي عجينة بقات لكم، مثلا ديال غريبة. انا عندي هنا ديال غريبة، وعندي ديال غريبه، وعندي ديال صابلي. شديتهم خلطتهم مع بعضياتهم، كانوا شاطين عليا. شفت العجينه شويه شويه وخلطتهم مع بعضياتهم وقسمتهم على جوج. كديرهم في الكونجيلاتور في الفريغو. دابا جبدتهم وهي اللي كنخدم بهم هاد لي طاخت هادو. اليوم غنصيبو هاد لي طاخت، غنديرهم في هاد القوالب. انا دهنتهم هنايا بالزبده ودهنتهم بالزيت والدقيق. الا كان عندكم ما كيلصقوش ما تدهنوهمش، انا عندي مشكل فيهم كيلصقوا ليا شويه، كندهنهم ضروري. عندي هنا العجينه شديتها قسمتها على جوج. هاد العجينه هادي زدت عليها الكوك، معلقه ديال الكوك، وهادي زدت عليها الفيرميسيل كحل شوكولا فيرميسيل. وغنزيد عليها دبس الرمان. دبس الرمان موجود في الاسواق، دبس رمان او دبس التمر. هذا دبس التمر، عفوا دبس التمر. هذا دبس التمر او دبس الرمان اللي عندكم كيجي زوين وموجود في الاسواق الكبرى. دبس التمر كندير واحد شويه منه، كيعطي واحد اللذه زوينه لهاد هاد اللي طاحت لي غنصيب دابا. وعندي هنا الشوكولاته، بيبي شوكولا، شوكولاته الكوكيز بالانواع ديالها، هي يعني البيضاء والسوداء. تقدروا تكتفوا بنوع واحد، يعني البيضاء ولا سوداء، والكونفيتير باش غنعمروا بهم هاد لي طاخت. ساهلين ماهلين وفي متناول الجميع. غنخلط هاد العجينه وغنرجع معكم ان شاء الله. بعد ما خلطت العجينه هادي، خلطت مع الكوك، غندير هادي في الكونجيلاتور. وهادي هي اللي غنسرحو دابا باش غنصيبوها لي طاخت. هادي غنديرها في الكونجيلاتور باش تبرد، باش نحكوها من بعد فوق. العجين انا صايبت، غندير هنا ربعه ديال لي طاخت، هذا حسب العجينه اللي تبقات عندكم. انا عندي قليله العجينه، غدير لي غير ربعه. كنت هادي على جوج بحال هكدا. دابا بإيدينا وهكدا، وحنا كنقادو. كيجيو زوينين يعني واقتصاديين، يعني العجينه شاطت لينا. ها هو خصوصا العيد قرب، عاد تشط لينا العجينه ديال الحلوه. كشط لنا شويه بحكذا، ما كنبغاش نبقاو نعمروا لاطا. غنديروا في لاطا جوج حبات ولا ثلاث حبات من شي حاجه بقات لينا. نشدوا داك العجينه ونخبوها. العجينه راه ما كيطرى لها حتى شي حاجه، نديروها في الفريغو، ووقت ما احتاجيتوها غتلقاوها. كيما العجينه دابا غندوزو نعمروهم. غنديرو غير شويه الكونفيتور، منكتروش بزاف باش ميخرجش لينا من لي طاخت. غير شويه كنتوف هكذا. تقدرو ديرو كونفيتور تاع الفريز ولا ديرو المشمش كيف درت انا، يعني اللي متوفر عندكم اي كونفيتور يجي زوين.
صافي هنا صافي كملت الكونفيتور، نحيدو من هنايا صافي. دابا غندير بيبي شوكولا مخلطه الابيض والاسود، واحد كذا واحد الميلونج ديال الالوان بحال هكا تجي زوين. صافي دابا غنجيب هانت الشكل ديالهم. دابا غنجيب العجينه الاخرى باش نحك عليها من الفوق. نبداو نحكوا عليها العجينه داك اللي فيها الكوك. درت هاد البلاطو هذا باش حتى العجينه طاح لي في البلاطو وما تضيعش، كيجي واحد الميلونج ديال الالوان زوين هكذا. كنقادو العجينه بايدينا وكنحاولوا ما نضغطوش باش يبقى داك الشكل ديال العجينه بحال هكذا محكوك، يبان بحال هكذا درت البلاطو تحت من لي طاحت باش العجينه اللي طاحت ليا كنهزها بالفرشيط وكنرجعها لي طاحت، يعني باش ما تضيعش لينا العجينه. هنا راه غندير نسيت واحد المرحله ما قلتهاش لكم ونسيتها انا نيت براسي ما درتهاش، غندير هذا بنيت واحد المرحله مهمه ضروري من ديروها باش ما يطلعوش لي طاحت بزاف يتنفخوا. غنديروا يعني قبل ما نكونوا سرحنا العجينه في الطاحتوريت نتكوهم بالفرشيط. انا في هذه المرحله حيت نسيت يعني تكيتهم بحكذا بالعود ديال الاسنان باش نوصل العجينه لتحت نتكاها، يعني باش درت الفرشيط هكا تحصل لي الشكل. نجبدو ونصيبو هاد لي طاخوليط ساهلين ماهلين وغتجربوهم وغيعجبوكم. انا غندير واحد الاضافه، هاد الاضافه اللي غندير دابا هي اللوز كونكاسي باش يعطي داك المنظر لي طاخوليط او ميم طون كيجيو مقرمشين فيهم فوق منهم واحد القرمشه، شويه اللوز كونكاسي على هاد الشكل هذا غيمشي بزاف غير شويه باش ملي يخرجوا. فقط اننا كندهنوهم بالناباج من الفوق او الكونفيتور صافي وكنقدموهم. اللي ما دارش هاد المرحله ديال اللوز يقدر يغبرهم بالسكر الثقيل صافي ويقدمهم. صافي دابا غندخلهم الفران من يخرجوا ان شاء الله يوجدوا غتشوفوهم معايا. وهنا جات معكم من بعد ما طابوا بواقي العجين بواقي العجين نسموهم بحق بواقي العجين. من بقايا العجين درنا هاد لي طاخت بالكونفيتور والشوكولاته من الوسط، باقي سخان منقطع معكم وحده ولكن باقي سخان كيجيو غزالين غزالين. انا ما دهنتهمش، تقدروا تدهنهم بالناباج، انا ما باش نزيد الحلاوه بزاف حش مع الكونفيتور وكاين دبس الرمان شي ديك العجينه كتبان لكم من تحت حمراء لان دبس الرمان اللي عطاها داك اللون. جاو غزالين غزالين وكنتمنى تجربوهم وخليتكم على خير. ما تنساوش ديروا لي لايك وسبسكرايب وضغطوا على الجرس.